السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم اخفاء العبارة اللي تظهر بالانستغرام باللون الازرق. طبعا هذا حسابي في الانستغرام وتشرف متابعة الجميع. العبارة تجي على الشكل هذا. طبعا اذا ضغطت اكس من هنا تختفي، ولكن اول ما تسوي تحديث راح ترجع لك على طول. كل اللي عليك تسويه تضغط على الشريط الازرق، راح تنتقل لك، راح تفتح لك الصفحة هذه، راح تنقلك الشاشة للصفحة هذه. كل اللي عليك تسويه تضغط على الإشعارات من هنا وتفعل أي خيار في الخيارات هذه. طبعا هذا الخيارات يقول لك إظهار في الإشعارات اللي من فوق أو الأصوات، يعني إذا في جتك رسالة خاصة أو تنبيه أو كذا على الإنستغرام، أو إشارة على أيقونة الإنستغرام نفسها مثل رقم 1 أو رقم 2، وهنا في إظهار في قفل الشاشة. طبعا البعض يقول لك ما أبغى أحد يشوف رسائل الخاصة وكذا، نضغط على الأصوات مثلا بس، أو إشارة على أيقونة التطبيق، اي خيار تفعله خلاص. بعد كذا ترجع للانستغرام مرة اخرى، راح تكون مختفية هذه العبارة. اي سؤال او استفسار بخصوص هذا الشيء انا دائما بالخدمة. اذا عجبك المقطع اضغط على لايك، اذا حاب توصلك مقاطع الشروحات اضغط على اشتراك. اشكركم على المتابعة وفي امان الله.